بنات ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ايمان الانصاري. النهارده عامله لكم ريفيو عن باليت اي شادو من بريتي وومن. الماركه دي بنات خدت ضجه كبيره جدا الفتره اللي فاتت دي في عالم الميك اب هنا في مصر بالذات. دي براند صيني. طبعا يا بنات انا الباليت دي جبتها من فتره قبل ما كان يطلع عليها الضجه دي، قلت اجربها مش هخسر حاجة، ولما اعمل قناة ان شاء الله على اليوتيوب كنت هنزلها لكم. ده من فترة فاتت. فطبعا لما لقيت ان البراند دي نازل عليها ضجة كبيرة قوي كده، فقلت لا انا لازم اعمل الريفيو المفصل عن البراند دي، هل هي تستحق ولا لا. وطبعا هعمل لكم ريفيو تاني ان شاء الله المرة الجاية عن جل الحواجب من بريتي وومن، وهقول لكم رأيي فيه ان شاء الله. طبعا يا بنات هكلمكم النهاردة عن اسعارها ومميزاتها وعيوبها وكل التفاصيل الخاصة بالباليت دي. ياريت لو انت لسه جديدة في القناة ما تنسيش اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس وتعملي لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك، ويلا تابعي معايا باقي الفيديو عشان تعرفي باقي التفاصيل. هاي يا بنات ورجعت لكم تاني، ويلا بينا نكمل ريفيو الباليت بريتي وومن. اول حاجه يا بنات هكلمكم عنها عجباني قوي في البراند دي، هو لون العلبه والباكج روعه، قمه الشياكه والجمال. انا بعشق الحاجه اللي بيبقى فيها بتبقى معدن وبنفس الجمال ده بجد والله. البراند الصراحة مكلفة شوية في حوار الباكج، بس بجد هي رهيبة وشكل الباكج شيك جدا. درجة الباليت دي يا بنات 0.2، تمام؟ دي درجة الباليت 0.2. ده شكل الباليت من جوه. هما لو كانوا حطوا مراية بدل الحاجة البلاستيك دي كان هيبقى شكلها اقيم وفخمة شوية. ده شكل اللي انتوا بصوا يا بنات، انا هو يعتبر اكلتها اساسا. بس طبعا هي فيها عيوب كتير، تمام؟ وفيها برضو مميزات. اول ميزة انا قلت عليها شكل الباكج رهيب جدا، سعرها حلو قوي ومناسب لكل البنات اللي هي مثلا المقدرة ان هي تجيب ميك اب. وطبعا يا بنات الميزة ان هي طبعا رخيصة زي ما قلت، وان هي سهل ان معظم البنات يشتروها. طبعا يا بنات الميزة التالتة ان هي فيها براش حلوة قوي فلافي زي ما انتوا شايفين يا بنات، اهو جميلة قوي في ان انت تستخدميها مع الاي شادو ده او تستخدميها مع اي شادو تاني عندك. وفيها برضو براش فلات تانية. الكواليتي بتاعت البراش جميلة جدا، عجبتني وشكلها شيك ولونها حلو قوي. دي الميزة اللي في علبة الاي شادو بريتي وومن ده، بجد حلوة قوي. بس فيها مشكلة بسيطة قوي، ان الالوان بتاعتها لما انت بتيجي تحطي لون، اللون بينزل باودر على بشرتك. بس عادي المشكلة دي نقدر ان احنا نحلها، مفيش مشكلة. العيب بقى الاكبر ان البيجمنت بتاع الالوان ضعيف قوي، محتاجة ان انت تحطي مرة واثنين وثلاثة علشان اللون يبان. انا هعملك سواتشز للالوان وانتي حكمي على درجات الالوان بتاعتها. هنبدأ بالاسود اهو يا بنات، شايفين اللون ضعيف جدا، ضعيف بس يعني مع التكرار او ان انتي تحطي عليه طبقة تانية بيمشي حاله، مش مشكلة. ده اللون البني
البني الى حد ما كويس يعني، بس انا ما يعني ما عنديش مشكلة، انا بظبط الالوان. ده اللون البني الفاتح، تمام يا بنات اهو. هعمل لكم سميني سواتشات تانية لالوان تانية، بس لازم انضف ايدي عشان الالوان ما تتلخبطش في بعض. هوريكم طبعا اللون ده، لان اللون ده في البلد دي المحبب عندي، في الدرجة بتاعته حلوة، بس طبعا هو خفيف، هو خفيف جدا اهو، معرفش انتوا شايفينه ولا لا. وتعالوا بقى نشوف الالوان اللي هي على بينكات شوية، يعني الالوان اللي مديه على بينكات شوية، البيجمنت بتاعها كويس الى حد من الى حد ما، معرفش الواحد بيتلخبط ليه. اهو يا بنات، دي معظم السواتشات المهمة في البلد دي اهو، زي ما انتوا شايفين البيجمنت بتاعها الى حد ما كويس، بس انتي مع ان انتي مع طبعا يا بنات البلد دي استخدام شخصي، ما تنفعش ان هي كميك اب ارتست تستخدم البلد دي، او لو انتي عندك مناسبة وعايزة ميك اب خفيف عادي هتنفعك، بس مش هتنفعك خالص في الميك اب التقيل، عايزة بيجمنت قوي اكتر من كده. سعر البالت دي يا بنات كان 75 جنيه، الله اعلم بقى على حسب، انتي ممكن يكون عندك محلات بتباعها ارخص من كده، وممكن انا اللي اشتريتها بالسعر الغالي ده من محل الدهالي بسعر غالي. بس طبعا يا بنات هتلاقوها متوفرة في كل حتة، في محلات الميك اب الصيني، في ال هتلاقيها في كل مكان بيبيع مكياج صيني. بس طبعا يا بنات البالت دي الى حد ما كويسة. وده كان الريفيو النهائي يا بنات عن البالت دي. ياريت لو الفيديو عجبك ما تنسيش اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك علشان الفيديو يوصل لغيرك، واشوفك الفيديو الجاي. باي باي.